اليوم راح يكون موضوع درسنا كيفية قراءة جداول اختبار إحصاء الـ Independent Sample T-Test واختبار إحصاء الـ One Way ANOVA. طبعا هذه بحث أحد الطلبة اللي اشتغلنا عنده 4-5 مجاميع، مجموعة كنترول وهذه مجموعات 4 يقارن نسبة الايرون كونسنتريشن زين مقارنة مع الهيلثي بيشنت اللي اعتبرناها ككنترول جروب زين. المشكلة اللي الأولى اللي واجهت البيانات انه البيانات اعدادها يعني عدد المعاينات في كل مجموعة يختلف زين، يعني شوف السام هذه 19، هاي المجموعة الثانية 15، هذه 11، هذه 35، والكنترول جروب 25 بيشنت، 25 بيرسن. فرادوا مقارنة، أولا مقارنة بين البيشنت والكنترول جروب زين، هاي المقارنة الأولى رادوا، ومقارنة بين الانتيجين انتيبودي بوزيتيف ويا الكنترول، ومقارنة بين الانتيجين بوزيتيف ويا الكنترول، ومقارنة الانتيبودي بوزيتيف فور اتش بايلوري ويا الكنترول. راد يشوفون الحديد الكونستريشن مات الايرون زين في كل هاي الحالات بيها significant difference ويا الكنترول. بالبداية تعرف بما انه المقارنة راح تكون بين مجموعتين، مجموعة ومجموعة اخرى مستقلة، فيكون الاختبار اللي راح نختاره هو independent sample t-test. اذا الاختبار الاحصائي المناسب قلنا لمقارنة مجموعتين مستقلتين، مجموعة البيشنت والكنترول، هذه مجموعة مستقلة عن هذه، فيكون الاختبار هو Independent Sample T-Test. أو احتمال ثاني اللي هو المان وتني، اختبار المان وتني زين. شو وقت نختار هذا الاختبار؟ شو وقت نختار؟ نبدي أولا شوف النتائج. هاي هنا أنا ملخص اللي يسموه الإحصاء الوصفي Descriptive Statistics، الإحصاء الوصفي لكل المجموعات. المجموعة الأولى الأنتيبادي positive H pylori، العدد 19، ال valid data، ال valid يعني القيم الصالحة، يعني من دخلنا البيانات نقلناها من الاكسل البرنامج SPSS، طبعا اشتغلناها على برنامج SPSS version 23 زين. من دخلنا البيانات هنا ينطيك يقول لك ترى انت دخلت 19 بالمجموعة الأولى و15 بالمجموعة الثانية و11 بالمجموعة الثالثة و35 بالمجموعة الرابعة، والهيلثي بيشنت اللي استخدمته ككنترول جروب هو 25. انت نسبة النجاح مالتك بالإدخال الفاليد الصالح ما بيهن خطأ بالإدخال، خاف واحد مثل بالتايبينج بالكوبي بيست بالنقل كذا تطفر من عنده قيمة، فمنها من هذا الجدول تعرف. فشوف بما أنه كلهن 100% الميسينج البيانات المفقودة صفر، فمعناها احنا كان ادخالنا صحيح 100% وما عدنا اي خطأ من دخلنا نقلنا البيانات من برنامج الاكسل الى برنامج SPSS اللي اشتغلنا عليه الاحصاء. هذا الجدول الاول يعطينا شنو قلنا الكيس بروسيسنج سمري اللي هو بداية الاحصاء الوصفي. قلنا احنا ردنا نقارن بين مجموعة يعني المجموعة الاولى مع الهيلثي اللي هو الكنترول، والمجموعة الثانية مع والمجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة. فإذا نشوف أكو مقارنة بين مجموعتين، قلنا الاختبار الإحصائي المناسب إما Independent Sample T-Test بما أنه البيانات بيانات رقمية، نشوفها قدامك بيانات أرقام، فإذا الاختبار الإحصائي المناسب هو Independent Sample T-Test، بالعربي يسموه اختبار T لعينتين مستقلتين. ولكن شنو الولكن؟ أولا بما أنه كانت عدد الان يعني عدد المشاهدات في كل مجموعة أقل من 30، يعني هاي 19، هاي 15، هاي 11، هاي 35، وهاي 25، فأكو احتمال، انتبه عليه، احتمال أنه هذه الاختبار الإحصائي يسموه مان وتني. الاختبار الإحصائي ما يكون الاندبندنت سامبل تيست، نختار المان وتني. شو وقت نختار الاندبندنت سامبل تيست شو وقت نختار المان وتني؟ شوف إذا كان العدد أكثر من 30 للمجموعات كلهن، فبالخلص بعد بدون يعني بدون أن نشغل بالنا يسموه بالتوزيع الطبيعي، نختار اختبار Independent Sample T-Test. يعني من يسألك المناقش يقول لك يا دكتور أنت ليش اختارت Independent Sample؟
احنا شو وقت نختاره؟ نختاره تقول له اذا كانت بياناتنا اكثر من 30 عدد المشاهدات، فبدون ما نسوي اي هسه راح تعرف يسموه النورماليتي تيست، اختبار التوزيع الطبيعي. فتقول له انه بياناتي اكثر من 30، زين هنا انت بياناتك اقل من 30، واستخدمت شنو؟ استخدمت اختبار اندبندنت سامبل تي تيست. ليش؟ تقول لها تروح على الجدول يسموه، هذا نتركه هسه، هذا الجدول تيست اوف نورماليتي. الجدول تيست اوف نورماليتي اختبار يسموه كولموغروف سيميرينوف. هذا اختبار كولموغروف يفحص التوزيع الطبيعي للبيانات، يسموها يفحص التوزيع الطبيعي. اذا كانت قيمة سيج اللي هي معناها السيجنيفيكنس المعنوية اكبر من 5%، يعني 0.05، يعني 0.05 5%، اذا كانت هاي قيمة السيجنيفيكنس اكبر من 5%، فحتى لو كان عدد N عدد المشاهدات اقل من 30 فانت تختار اختبار Independent Sample T-Test. اما اذا كان هذه اقل من 30 واختبار التست اوف نورماليتي اللي هو هذا كولموغراف سميرينوف اقل من 5%، مو اكثر، اقل من 5%، اذا لازم احول بعد خطأ، ما يصير استخدم اختبار معلمي اللي هو اندبندنت سامبل تي تيست، احول على اختبار مان وتني. زين عيني، فاذا هسه اولا فهمنا ليش استخدمنا اختبار اندبندنت سامبل تي تيست، لانه قلنا مقارنة بين مجموعتين والبيانات رقمية ارقام، و عدد المشاهدات بالرغم من انه قلنا لو اكثر من 30 خلص حتى اختبار تيست اوف نورماليتي ما نحتاج، يعني عدد مشاهداتنا بالمجموعه الواحده اكثر من 30، بما انه عدد مشاهداتك بالمجموعه اقل من 30 اذا تروح تسوي اختبار كولموغروف سميرينوف اللي هو اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات، تشوف انه توزيعها طبيعي. ومعنى توزيع طبيعي للبيانات يعني على الاقل لازم تكون شنو عندك فكره انت شنو التوزيع الطبيعي للبيانات، ان شاء الله راح نسوي لها في الدرس نشرح ما هو التوزيع الطبيعي للبيانات. زين عيني، فقلنا بما انه عدد مشاهداتنا اقل من 30 ولكن توزيعنا الطبيعي كانت البيانات موزعه طبيعيا، بدلاله من يقول بياناتك موزعه طبيعيا؟ لانه قيمه المعنويه significance لاختبار كولموغراف سميرينوف اكبر من 5%، فهذا يعطينا انه بياناتنا موزعه طبيعيا. اذا الان بالرغم من كون عدد مشاهداتنا اقل من 30 لكن نقدر نستخدم اختبار معلمي وهو اختبار Independent Sample T-Test. إذا لحد هنا حتى من يناقشك بالمناقشة الأستاذ الممتحن يناقشك يقول لك ليش اخترت هذا الاختبار الإحصائي المناسب الاختبار لهذه الشيء تقدر تجاوبه. زين حتى شوف هنا من خلال هسه حتى الهيستوغرام هذا رسمة الهيستوغرام. زين تشوف انه توزيع البيانات طبيعي، يعني شنو توزيع البيانات طبيعي؟ تكون بالوسط البيانات اللي بالوسط 68% من القيم تكون بالوسط، وبعد اكثر واكو بيانات قبله وبيانات بعده. زين يعني ويجي ان شاء الله في اليوم اشرح لك شنو التوزيع الطبيعي للبيانات، اشوف كل اللي بالوسط شنو اكبر عدد من القيم تكون في الوسط في يعني قريبه على المين. زين وعلى جانبيها تكون بيانات اخرى فيكون التوزيع يسموه التوزيع الطبيعي. نجي هسه عرفنا شنو الاختبار الاحصائي المناسب، نجي هسه ناخذ الديسكريبتيف ستاتستكس الاحصاء الوصفي. هذا الاحصاء الوصفي هنا للمجموعه الاولى، هذا الامر اكسبلور يسموه برنامج الاس بي اس اس، نطلع من عنده الديسكريبتيفز الاحصاء الوصفي. من كل هذه الديسكريبتيفز، من كل هذه الاحصاء الوصفي، انت كباحث تحتاج المين والستاندرد ديفيشن اللي هو هاي القيمه وقيمه الستاندرد ايرور. زين زين عيني، فانت للمجموعه الاولى اللي هي انتي بودي بوزيتيف اتش بايلوري كانت المين 90.58، هذه تاخذ القيمه، وبعد هسه شوي بعلمك شلون تكتبها، تاخذ قيمة الستاندرد ديفيشن اللي هي هذه 46.86. زين طبعا هاي هنا أنا بعدين شنو تعني ال 5% ترمد مين،
الميديان، الفارينس، المينيمم، الماكسيمم، الرينج، الانتر كوارتايل رينج، السكينس والكورتوسز، هاي كلها بعدين اعلمك شنو هذه وبيمن تفيدنا. بس احنا على عجاله، لانه هذا الطالب راد من عندي شلون يكتب الديسكشن، شلون يكتب الشابتر او الجزء من البحث مالت الريزلت. زين، فقال لي اختار لي فقط الارقام اللي انا احتاجها. فيا حبيبي الارقام اللي انت تحتاجها المين هذا للمجموعه الاولى والستاندرد ديفيشن. زين عيني، زين. نجي المجموعه الثانيه، كان المين مالتهم 82.4 والستاندرد ديفيشن 45.8. المجموعه الثالثه المين 39.8 والستاندرد ديفيشن 12.2. الانتيبودي المجموعه الرابعه اللي هي المين 106 والستاندرد ديفيشن مالتها 43. زين عيني، تنشوف الستاندرد ديفيشن مالتهم كلهن عالي كلش. زين، ايش يعني هذا؟ يعني ان البيانات مشتته، بياناتك ما مركزه حول المين. زين، وهذه اذا اشكل عليك الاستاذ الممتحن قال لك عزيزي انت ليش هذه هسه الستاندرد ديفيشن مالتك كلش عالي؟ زين، هنا ايش راح تجاوبه؟ لازم تحضر جواب. يعني هي اصلا النورمال فاليو الرينج مالتها كلش واسع بين المينيموم والماكسيموم. شوف هنا حتى هو كتب لي النورمال فاليو فور ايرون من 50 الى 170. زين، فشوف الرينج بين المينيموم والماكسيموم هو اصلا بالنورمال فاليو يكون كلش عالي الرينج، وهذا يؤدي الى انه تكون البيانات مشتته ويكون الستاندرد ديفيشن عالي. فيكون هذا جوابك الى اللي يشكل عليك ويقول لك الستاندرد ديفيشن عالي. زين يعني، نجي هسه اكو مشكله ثانيه هم واجهتنا بال فاذا هذا قلنا الجدول ناخذ به المين والستاندرد ديفيشن. زين، هذا الجدول تيست اوف نورمالتي، هاي الهيستوغرام لكل وحده. زين، هاي لحد الان خلصنا من عدهن، عرفنا من هنا التوزيع الطبيعي. نجي هذه الرسمه، هذه يسموها رسمه الصندوق. زين، شوف هسه هنا تقدر تطلع، شوف هسه منطيك التسلسل رقم 55 والتسلسل 49 والتسلسل 48 بالمجموعه، هاي مجموعه الانتي جين انتي بودي نيجاتيف بالنسبه للبيشنت. كان بيها اوتليرز، اوتليرز شنو؟ يعني بيانات شاذه. التسلسل بالمجموعه اللي هي الهيلثي كنترول تسلسل رقم 88 هم كانت بياناتها شاذه. هنا المجموعه الثالثه التسلسل 37 كانت بياناتها شاذه. زين، هذا ينطيك الفكره عن الاحصاء الوصفي، وينطيك شنو البيانات الشاذه الاوتليرز حتى يقول لك اذا تريد تتعامل وياها. زين، نجي هسه بعد ما خلصنا قلنا احنا ننقل من نريد نكتب الريزلت، ننقل المين والستاندرد ديفيشن. نجي الان نكتب الاحصاء الاستدلالي. شنو الاحصاء الاستدلالي؟ كان سؤال البحث هل يوجد فرق معنوي بين، يعني في تركيز الايرون، بين البيشنت اللي عنده انتيبودي انتيجين انتيبودي نيجاتيف والكنترول، يعني هاي المجموعه ويا هالمجموعه اكو فرق احصاء معنوي، فرق احصاء دال معنويا. زين، فللجواب على هذا السؤال نذهب الى الاحصاء الاستدلالي. زين، يعني الانفرنشال ستاتستكس. زين، نجي المقارنة بين المجموعة الأولى والمجموعة الخامسة. طبعا شوف يعني أول ما بدينا نشتغل هذا الإحصاء، شوف هنا المشكلة اللي المفروض يعني الدكاترة ينتبهوا لها من جمعوا البيانات، ما يصير هالقد فرق بين المجاميع. شوف الـ Independent Sample T-Test يجب أن يكون الفرق، يعني إذا أرد أقارن بين هاي المجموعة والمجموعة هذه اللي وراها، هل بالضرورة أن البيانات تكون متساوية الأن مالتها عدد المشاهدات؟ يعني إذا هاي 19 هاي لازم 19، لو 19 ب 15 أقدر أقارن، يعني مجموعة بها 19 مشاهدة ومجموعة بها 15 مشاهدة أقدر أقارن بيناتهم؟ نعم تقدر تقارن بيناتهم. زين، 19 مثلا ب 14 أقدر لو ما أقدر؟ أي نعم تقدر. إلى يا حد، شوف حبيبي، الى حد ان يكون الفرق النسبه
بين المجموع الأكبر إلى المجموع الأصغر تكون 1.5. يعني شنو؟ يعني إذا أردت أقارن بين هاي المجموعة اللي هي antibody H. pylori ويا الهيلثي، يعني المجموعة الأولى ويا الكنترول، هسه هاي المجموعة الأولى إيش قد عددها؟ 19. المجموعة هاي عددها 25. يصير أختار مجموعة 19 مجموعة 25؟ نعم يصير. شلون؟ ليش يصير؟ إذا قسمنا المجموعة الأعلى على المجموعة الأقل يجب أن يكون قيمة القسمة لا تزيد عن 1.5. يعني شوف 25 تقسيم 19 النسبة 1.3. إذن من حقك أنه تقارن بين هذه المجموعة هذه المجموعة، ما عندك مشكلة. بالنسبة لعدد المعاينات، عدد المشاهدات في كل مجموعة، زين واحد راح يقول إذا أرد أقارن المجموعة الثانية مع الهيلثي، نشوف 25 تقسيم 15 1.6، هنا صار عندي إشكال يسموه كوزاي إكسبيريمنتال، زين أو كوزاي إكسبيريمنت، زين. وهذه مشكلة المفروض الدكاترة قبل ما يجمعون البيانات، وأكو إن شاء الله راح ننزل فد محاضرة شلون تتعامل، يسموها مشاكل التصميم البحثي غير المتوازن. غير المتوازن تقولي زي المجموعة الثالثة ويا الهيلثي، هنا راح نشوف أنه 25 تقسيم 11 هاي 2.2، فرق كلش كبير. زين زين، يعني هسه عدنا بين المجموعة الثانية والكنترول بين المجموعة الثالثة تعتبر شنو؟ تعتبر تصميم بحثي غير متوازن. زين، بين المجموعة الرابعة والمجموعة الخامسة، المجموعة الرابعة صارت الآية بالعكس، لازم نقسم 35 تقسيم 25 يطلع 1.4، والنسبة كانت شنو؟ تحت 1.5، فتكون نسبة مقبولة. زين عيني؟ هنا مشاكل التصميم البحثي غير المتوازن يؤدينا إلى مشكلة، وخصوصا إذا كان تجانس التباين غير متحقق في المجموعة الأصغر. انتبه، هذا الشرط جدا مهم. يعني أنت هسا يعني شلون يصير عندك المشكلة؟ مشكلتين، أولا إذا كان التصميم غير متوازن هاي المشكلة الأولى، وإذا سويت اختبار ليفيني ولقيت أنه التجانس التباين للمجموعة الأصغر للمجموعة الأقل غير متجانسة، كان اختبار ليفيني أقل من 5% نتيجة السيجنيفيكانس مالته، فيسبب لنا مشكلة. زين، وهاي المشكلة تكون الاختبار تي ما يكون دقيق نتيجته. زين، فلازم كان شنو الدكاترة يقولها حل، وشلون تقدر تصحح التصميم البحثي غير المتوازن. زين، هذه يعني كان المفروض قبل انه يدزون البيانات خلال جمع العينات ينتبهون الدكاترة لانه هذا تصميمهم البحثي غير متوازن، قد تكون هاي نقطة ضعف بالبحث. زين يعني ممكن الاستاذ الممتحن راح يسألك ولازم تلقى له شنو انت تبرير انه ليش تصميمك البحثي كان كوزاي اكسبيرمنت او يعتبر تصميم بحثي غير متوازن، وشنو الحلول والعلاجات اللي المفروض تحضرها. هاي إذا إن شاء الله صارت فد فرصة أن تسوي لك فد محاضرة، أسوي لكم محاضرة تصحيح التصميم البحثي غير المتوازن. زين عيني، نجي ساعة نعبر هاي كلها بعد ما شرحناها، نقول أنه هسه نجي للإحصاء الاستدلالي. الإحصاء الاستدلالي نتائج اختبارتي لعينتين مستقلتين أو results of independent samples t-test. نجي المقارنة بين المجموعة الأولى والمجموعة الخامسة. منو قلنا المجموعة الأولى اللي هي الانتيبودي بوزيتيف اتش بايلوري مع الهيلثي بيرسون أو الهيلثي جروب، راح نقارن بين هذه الخانة وهذه الخانة. يعني هذه اللي هي عددهم 19 مع 25، وقلنا تصميم هالبحثي مكان غير متوازن كان ممتاز لأنه أقل من 1.5. زين، النسبة دا قسمناها، نجي هسه نشوف بين هذه الأرقام وهذه الأرقام أكو فرق معنوي. يعني اللي يطلع عنده الأنتيبودي بوزيتيف للإتش بايلوري الأيرون مالته يختلف بصورة معنوية عن الهيلثي بيرسون؟ لو ما يختلف، خلينا نشوف شو يقول الريزلت. أولا ينطيك
بنتائج اختبار الاندبندنت سامبلتي تيست يعطيك الجدولين، الجدول الاول اسمه جروب ستاتستكس، طبعا يحتوي على الديسكريبتيف ستاتستيك، يحتوي على الاحصاء الوصفي، نلقى بيه الان هاي 25 هاي 19، نلقى المين المتوسط الحسابي هاي 90 هاي 100، والستاندرد ديفيشن والستاندرد ايرور، وهذا كلها لقيناها وين؟ بالجدول الاول الكبير اللي بيه كل الاحصاء الوصفي، هذا جمع لنا كل الاحصاء الوصفي هذا وياه. زين، نجي للجدول المهم اللي هو نتائج الاختبار الاندبندنت سامبلتي تيست بين المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. هنا من نريد ناخذ هذه، نجي اولا نلقى الجدول اللي هو الاندبندنت سامبلتي تيست، نلقى جدول مقسوم بهذا الخط الطولي، هذا الخط الطولي اللي تشوفوه، هذا الخط الطولي يقسم الجدول الى جدول باتجاه اليمين والجدول باتجاه اليسار. احنا من نريد نقرا هذا الجدول، اولا نقرا الجدول اللي جهه من جهه اليسار اللي هو ليفينيز تيست فور ايكواليتي اوف فاريانس. شنو قلنا ليفيني تيست؟ اختبار ليفيني. اختبار ليفيني شو يعطينا؟ يعطينا تجانس التباين. فنقول اذا كانت السيجنيفيكانس يعني قيمه المعنويه لاختبار ليفيني اكبر من 5% فان شرط تجانس التباين متحقق. نجي هنا لقيناها 2 بالعشرة، وال 2 بالعشرة أكبر من 5%، فإن شرط تجانس التباين اللي هو الإيكوال فاريانسز أسيومت يعني متحقق، لو نوت أسيومت بمعنى أنهم باوع حشبيها أكبر من 5%، إذا شرط تجانس التباين متحقق، إذا راح تعتمد على هذا نتائج هذا السطر العلوي وتترك هذا السطر السفلي وكأن الأرقام غير موجودة. زين عيني؟ نجي اذا راح نعتمد هذا السطر هذا الخط، انتهينا من اختبار ليفيني اختبار تجانس التباين، ننتقل الى التي تيست اوف ايكواليتي اوف مين، نجي نتائج اختبار الاندبندنت سامبل تي تيست. التي قيمه التي، الديجري اوف فريدم درجه الحريه، السيجنيفيكانس هذا الرقم اللي يهمك، هذا الرقم اذا كان قيمه المعنويه أقل من 5% فإن هناك فرق معنوي في تركيز الأيرون بين المجموعة الأولى ومجموعة الهيلثي بيشنت أو الهيلثي بيرسون. نجي هنا نشوف نلقاها 4 بالعشرة، إذا شنو يعني؟ إذا يعني لا يوجد فرق معنوي بين تركيز الأيرون عند الناس المصابين بالأنتي بودي بوزيتيف للإتش بايلوري والهيلثي بيرسون. ليش؟ لأن قيمة السيجنيفيكانس أكبر من هي قيمة يسموها البي فاليو probability، قيمة البروبابيلتي. زين بي فاليو، إذا هنا هسه المقارنة بين المجموعة الأولى والمجموعة الخامسة أظهرت بأنه لا يوجد فرق معنوي، لا يوجد فرق إحصائي بين الناس اللي يطلع عندهم الأنتي بودي بوزيتيف للإتش بايلوري يعني الأيرون مال الذولة مع الأيرون مال الناس الطبيعيين ما مصابين بكل شيء. زين يعني اذا لا يوجد فرق معنوي، يعني الاصابه بالاتش بايلوري اذا كان الانتي بودي مالتهم بوزيتيف فان الحديد لا يتاثر مقارنه بالناس الاصحاء. زين، المقارنه بين المجموعه الثانيه والمجموعه الخامسه نفس الحاله، جروب ستاتستكس بيها احصاء وصفي اللي هو الانتيجين بوزيتيف مع الهيلثي جروب، هذا عددهم 15 هذا عددهم 25، المين للمجموعة الأولى والمين للمجموعة الهيلثي بيرسون والستاندرد ديفيشن، وذني كلهن تنقلهن وتكتبهن زين بجدول وتنزلهن بخانة الريزالت. نجي شلون تقرأ هذا الجدول؟ نفس الحالة تروح لهذا الخط العمودي يقسم منا اختبار ليفيني ومنا اختبار تي تيست، نباوع قيمة المعنوية إذا كانت أكبر من 5% فإن شرط تجانس التباين متحقق، وبما انه هذه اكبر من 5% هي 4 بالعشرة، اذا equal variances assumed، اذا شرط تجانس التباين متحقق، فكذلك نهمل السطر الاسفل هاي القيم ما نعتمدها ونعتمد فقط القيم العليا، ونفس الحالة نروح باختبار تي الى قيمة المعنوية ونلقاها 2 بالعشرة.
إذا معناها لا يوجد فرق معنوي بين المجموعة الثانية والهيلثي بيرسون بالنسبة لتركيز الحديد. زين عيني؟ يعني هم كذلك المجموعة الثانية اللي هي هذه الأنتيجين، إذا طلع الأنتيجين بوزيتيف هم نفس الحالة، الحديد عندهم ما يختلف عن الإنسان الطبيعي، لا يوجد فرق معنوي. زين نجي المقارنة بين المجموعة الثالثة والمجموعة الخامسة، نفس الحالة اختبار اندبندنت سابيلتي تيست، نلقى بيه جدولين، جدول جروب ستاتستكس وعرفنا قلنا به هذا الإحصاء الوصفي، وجدول اندبندنت نفس الحالة، نروح لقيمة ليفيني تيست، نلقى السيجنيفيكانسي مالتها 0.06 وهي أقل من 5%، وهذا يعني بأن شرط تجانس التباين للبيانات غير متحقق. زين، طبعا ها بالمناسبة شنو معنى شرط تجانس تباين البيانات للمجموعتين غير متحقق؟ هذا إن شاء الله إذا صارت فرصة هم أشرح لك إياها وش تعني وشلون نعرفها وش السبب إنه من مشاكل. زين عيني، نجي هسه هنا بما أنه هي أقل من 5% السيجنيفيكانس مال اختبار ليفيني، إذا راح نروح نترك السطر الأول. ليش؟ على اعتبار أن تجانس التباين نوت أسيوم غير متحقق، فناخذ قيم من القيم السفلى. ممتاز، إذا بعد السطر الأول وكأنه غير موجود. ليش؟ لأن إذا سألك لأنه اختبار ليفيني شبي أقل من 5%، فإن شرط تجانس التباين بين المجموعتين غير متحقق، فنذهب إلى السطر الأسفل، ناخذ هذه القيم هي اللي تعبر عن إذا كانت شرط تجانس التباين غير متحقق. نروح التي تيست، نروح قيمة المعنوية، نلقاها 3 أصفار. شنو 3 أصفار؟ يعني قيمة البي فاليو أقل من 5%، وإذا كانت قيمة البي فاليو أقل من 5% فهذا يعني بأن هناك فرق معنوي بين المجموعة الثالثة والكنترول والهيلثي. يعني إذا كان البيشنت الأنتيجين والأنتيبادي طلع عنده بوزيتيف، نلقى نسبة الحديد مالته تختلف بفرق معنوي عن من؟ عن الهيلثي، فإذا الحديد مالته يختلف، ولكن هذا الاختلاف يكون يزيد الحديد لو يقل، يعني الاختلاف يكون بالموجب لو شنو؟ بالسالب. نشوف المين ديفرنس، المين ديفرنس، شنو المين ديفرنس؟ اللي هو الفرق، مين ديفرنس الفرق بين المتوسطات. نجي هنا، هذا المتوسط مات الإنسان الطبيعي ايش قد الحديد عنده؟ 100. ذول المجموعة اللي يطلع عندهم الأنتيجين والأنتيبادي بوزيتيف بالنسبة للإتش بايلوري، نلقى الحديد مالتهم 39. فإذا هناك فرق معنوي بدلالة السيجنيفيكانس انطتني هنا أقل من 5%، ولكن هذول المرضى صح فرق عن الإنسان الطبيعي، ولكن زاد لو قل. تشوف المين ديفرنس إذا كانت إشارته سالبة معناه شنو؟ معناه المجموعة الأولى ناقص المجموعة الثانية طلع بالسالب. شو يعني هذا؟ يعني بأن الحديد قلت قيمته. واضح؟ ممتاز. رحنا المين ديفرنس، أو إذا أنت تريد هنا يعني تخلي المين الأول خلي الهيلثي، والمين الثاني هو شنو؟ الأنتيجين أنتيبادي، من تطرح المجموعة الأولى ناقص المجموعة الثانية 39 ناقص 100 يطلع تقريبا 60.262، وشوفها هي بالسالب. إذا معناها شنو بالسالب؟ يعني قيمة الحديد قلت، وبصورة معنوية وصورة دالة إحصائية. شنو معنى بصورة؟ يعني مو بسبب الصدفة، بسبب اختيارنا لمجموعة مرضى بالصدفة طلعت، لا مو بالصدفة، إنما دلالة معنوية، يعني توجد مشكلة حقيقية عند هؤلاء المرضى، مو هاي النتائج بالصدفة اجت هيجي فصارت بالصدفة الحديث قليل، لا يسموه دال معنويا، يعني لا يتبع الصدفة، وإنما بسبب إصابتهم وطلع عندنا الأنتيجين والأنتيبادي بوزيتيف بالنسبة للإتش بايلوري. زين يعني نجي للمجموعة، المقارنة بين المجموعة الرابعة والمجموعة الخامسة. زين
نلقى طبعا هاي الجدول الاول قلناه وشرحناه. الجدول الثاني قلنا اول شيء نروح لاختبار ليفيني نلقى قيمه السيجنيفيكانس اكبر من 5%، فراح نعتمد نتائج السطر الاول ونهمل نتائج السطر الثاني ونروح الى قيمه المعنويه لاختبار تي تيست ونلقاها بانها شقد 5 يعني 0.58 وهي اكبر من 5%. إذا لا يوجد فرق معنوي، لا يوجد فرق دال إحصائيا بين بيانات العينة أو المجموعة اللي هي مجموعة الرابعة ومجموعة الهيلثي بيشنت. زين، يعني ما لقينا فرق بين المجموعة هذه. إذا لا يوجد فرق معنوي بين ذول المجموعتين، إذا هسه من النتائج كلهم ما يختلفون عن الهيلثي بيرسون، فقط اللي قلنا الانتيجين والانتي بودي مالته بوزيتيف، طلع شنو الفرق مالته دال معنويا. نجي هسه لحد الان زين عرفنا مقارنه بين هاي المجموعه وهاي المجموعه، هاي المجموعه وهاي، يعني كلهن واحده اثنين ثلاثه اربعه قارناهن ويا خمسه، يعني واحد قارناه ويا خمسة، اثنين قارناه ويا خمسة، ثلاثة قارناه ويا خمسة، أربعة قارناه ويا خمسة. طلبوا من عندي قالوا زين إذا نقارن لا بين المجاميع، نريد نقارن يا بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة والمجموعة الأولى والمجموعة الثالثة والمجموعة الثانية والمجموعة الرابعة والمجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة والمجموعة الأولى والمجموعة الرابعة، يعني نريد نقارن بين المجموعات كلهن في مرة واحدة مو كل اثنين على حدة. نجي يسموه الاختبار وان واي انوفا، اختبار التباين في اتجاه واحد. شنو وان واي انوفا؟ انه هنا شوف الاندبندنت سامبل تي تيست كانت المقارنه بين مجموعه مع مجموعه اخرى، اي بين مجموعتين. اذا كانت بين اكثر من مجموعتين مستقلتين، بين ثلاث مجاميع مستقله، بين اربع مجاميع، بين خمس مجاميع، نستخدم اختبار الوان واي انوفا. زين اني فهنا اذا سالك ليش اختارين اختبار وان واي انوفا تقول له لان عندنا مجموعه يعني البيانات رقميه في مجاميع اكثر من اثنين ثلاثه اربعه انت عندك خمسه. زين اني فعندنا خمس مجاميع مستقله بياناتها رقميه، اذا اكثر من 30 نختار وان واي انوفا، إذا أقل من 30 نروح لاختبار النورماليتي، إذا اللي يسموه اختبار كولموغروف سميرينوف، إذا طلع أكبر من 5% فنختار اختبار أنوفا وان واي أنوفا، وكأنه عدد بياناتنا أكثر من 30 معاينة، يعني توزيع بياناتنا طبيعية، أرقام موزعة توزيع طبيعي. أما إذا كانت أقل فاختبار بديل لاختبار أنوفا اسمه كروس كال ولس. فخاف يقول لك ليش ما اختارت اختبار كروس كال ولس وانت بياناتك اقل من 30؟ قل له صح اقل من 30 ولكنها موزعه توزيع طبيعي. بدلاله من؟ بدلاله ان نتيجه اختبار كولموغروف سميرينوف اللي شفناها بالجدول الثالث زين كانت شبيهه اكبر من 5% لكل المجموعات. نجي هاي المجموعات الخمسه نشوف الها، طبعا هاي نتائج الون واي انوفا يعطينا جدول الديسكربتيفز. شوف المجموعة الأولى العدد الان يعني عدد المشاهدات 19، المين 90، ستاندرد ديفيشن زين، هاي مينيمم ماكسيمم لور باوند، هاي ان شاء الله يجي في يوم نفرغ لها ونشرحها لكم وش تعني وشنو دلالتها، بس احنا كباحثين يعني اختصاص المديسن زين تهمنا المين والان والستاندرد ديفيشن، ذول الثلاث نتائج. نجي هذا مهم تبع هذا الجدول الثاني Test of Homogeneity of Variances، اختبار تجانس التباين اللي هو Levini Statistic، اختبار Levini. هذا شلون راح يأثر؟ شوف مثل ما اختبار Levini هنا هاي Independent Sample T-Test، هذا اختبار Levini نتيجته خلتني أما أعتمد السطر الأول من البيانات أو السطر الثاني من النتائج، ما اعتمد هذا او هذا بسبب اختبار ليفيني. هنا بالانوفا هم نفس الفكره، اروح اختبار ليفيني اشوف قيمه المعنويه مالته،
إذا أقل من 5% فإن شرط تجانس التباين بين المجموعات الخمسة غير متحقق. إذا تجانس التباين بين المجموعات الخمسة غير متحقق، شو أسوي؟ شو يؤدي إلى؟ يؤدي إلى ألا تعتمد نتيجة السيجنيفيكانس مع الاختبار أنوفا هنا بهذا الجدول، وإنما تروح على معامل تصحيح يسموه ويلتش. هذا معامل تصحيح ويلتش، نتيجة معامل تصحيح ويلتش وين موجود؟ بس لا ما ناقله. هذا الجدول. فنجي هنا قلنا هاي اختبار الليفيني تيست، لقيناها أقل من 5%. لو كانت هنا أكبر من 5% فتقول إن شرط تجانس التباين متحقق. فش تروح ايش تعتمد يا نتيجة؟ تعتمد نتيجة الأنوفا اللي ما مصححها بمعامل اختبار معامل ويلتش، فتاخذ قيمة المعنوية اللي هي هذه. بما أنه نتيجة اختبار ليفيني تيست أقل من 5%، ممتاز. إذا تروح تترك هذا الجدول وتاخذ هاي القيمة اللي هي قيمة ويلتش، يعني هاي صح هي قيمة أنوفا ولكن مصححة بمعامل ويلتش. فتاخذ اختبار السيجنيفيكانس من هذا الجدول وتقول بأن قيمة السيجنيفيكانس كانت أقل من 5%. ده شوف هنا السيجنيفيكانس من هذا، مو تاخذ هذه مال أنوفا، لا، هاي تاخذها إذا كانت الليفيني تيست أكبر من 5%. إذا أقل هاي من 5% تترك هذه وتروح وين؟ المعامل تصحيح ويلتش اللي هي كانت اشقد اقل. اذا هنا بين شنطاك، هذا الشنطاك انطاك هاي السيجنيفيكانس اللي هي اقل من 5%، انطاك انه يا علي انه اكو فرق بين هذه المجاميع الخمسه، اكو فرق، ماكو يعني الكونستريشن مات الايرون يختلف بين هذه المجاميع الخمسه، ولكن الفرق وين؟ يعني الفرق الأولى عن الثانية، لو الثانية عن الثالثة، لو الأولى عن الثالثة، لو الثالثة عن الرابعة، لو الثانية عن الرابعة، لو الأولى عن الفرق ما أعرفه وين، ولكن أكو فرق، مجملا أكو فرق. شو أسوي؟ أروح على اختبار يسموه post hoc multiple comparison. هذا شو اسمه؟ multiple comparison. شنو multiple comparison؟ المقارنات البعدية. هاي المقارنات راح تكون بين كل المجاميع. شلون؟ انتبه عليها. شوف، طبعا هو اكو اكثر من نوع، توكي HSD، وعندنا ال LSD، زين، وعندنا هذا الاختبار الدانت T3. هذا نستخدمه، شوف هاي، هذا الدانت T3 هذا نعتمده قيمة هذا الاختبار. إذا كانت قيمة اختبار ليفيني أقل من 5%، يعني شرط تجانس التباين غير متحقق، وإذا كان شرط تجانس التباين متحقق تقدر تعتمد اختبار توكي، تقدر تعتمد اختبار الـLSD. زين، نجحنا بما أنه قيمة يعني اختبار ليفيني قيمة السيجنيفيكانس مالته أقل من 5%، يعني شرط تجانس التباين غير متحقق. فإذا وين نروح؟ نترك التوكي، نترك الـLSD، نروح للدنت T3، هو اللي راح يعطينا الاختبارات البعدية. فإذا سألك الأستاذ الممتحن وقال لك يا علي ليش أنت اعتمدت الاختبار البعدي اللي هو دنت T3، تقول لي شنو السبب؟ تقول لي لأنه السبب طلعت عندي اختبار ليفيني، قيمة ليفيني اختبار يعني تيست ليفيني تيست أقل من 5%، يعني بأن شرط تجانس التباين غير متحقق، وإذا كان شرط تجانس التباين غير متحقق فأعتمد قيم اختبار الدنت T3 بمكان الـLSD وبمكان التوكي HSD. زين عيني، نجي هذا شلون نقرأ الجدول. شوف،
نجي نقول ال H بايلوري ال antibody positive، مجموعة ال antibody positive مع ال antigen positive، أروح للعمود الثالث. أروح للعمود الثالث، يعني هاي المجموعة الأولى مع المجموعة الثانية طلعت القيمة أكبر من 5%، يعني لا يوجد فرق معنوي بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. بين المجموعة الأولى والمجموعة الثالثة هي مجموعة الأنتيجين أنتيبادي بوزيتيف طلع 0.002، يعني أقل من 5%. إذن يوجد فرق معنوي بين المجموعة الأولى والمجموعة الثالثة. زين، بين المجموعة الأولى والمجموعة الرابعة لا يوجد فرق معنوي لأن القيمة أكبر من 5%. بين المجموعة الأولى والمجموعة الخامسة لا يوجد فرق معنوي لأنه نجي هسه المجموعة الثانية. بين المجموعة الثانية والمجموعة الأولى لا يوجد فرق معنوي، هاي هنا شفناها. بين المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة يوجد فرق معنوي أقل من 5%. بين المجموعة الثانية والمجموعة الرابعة لا يوجد فرق معنوي 6/10. بين المجموعة الثانية والمجموعة الخامسة 8/10، لا يوجد فرق معنوي. وهكذا تجي تبحث تشوف وين الفرق المعنوي بين من وبين من. زين، هنا حتى ما تدوخ نفسك بهاي، روح للرسم. أرفقت لك الرسم، شوف هذا الرسم، هاي المجموعة الأولى وهاي المجموعة الثانية وهاي المجموعة الثالثة، هاي المجموعة الرابعة وهاي المجموعة الخامسة. بين ذول المجموعات كلهم الايرون عالي، بين 80 و100، 100 وشوية تقريبا. فبين ذول المجاميع ماكو اي فرق معنوي، الوحيد الشاذ بيهم هي المجموعة الثالثة. فلقينا انه الثالثة بيها فرق معنوي عن الخامسة، وبيها فرق معنوي عن من؟ عن الرابعة، وبيها خلينا نشوف عن الثالثة هم بيها فرق معنوي. مجموعة الثالثة مع الثانية، اي نعم بيها فرق معنوي. ولذلك شوف هنا المجموعة الثالثة الانتيجين انتيبادي بوزيتيف مع الاولى ومع الثانية ومع الرابعة ومع الخامسة كل اقل من 5%. اذن فرق معنوي، زين نشوف هنا فرق معنوي بين من؟ بين المجموعة الثالثة عن الأولى وعن الثانية وعن الرابعة وعن تختلف عنهن كلهن، يوجد فرق معنوي بينها وبين كل المجموعات. زين عيني، لكن المجموعة الأولى ويا الثانية ماكو فرق معنوي، المجموعة الأولى ويا الرابعة ماكو فرق معنوي، المجموعة الأولى مع الخامسة ماكو فرق معنوي. زين، ولذلك حتى تكون مطمئن تشوف هذا الجدول اللي هو ال السبسيت فور الفا. زين، هذا هنا عمود رقم 1 وهذا عمود رقم 2. هنا اللي بهذا العمود اللي ما بيناتهم فرق معنوي. زين، فنجد ان المجموعه الاولى تكون في العمود رقم 1 وكل المجاميع الثاني والثالث والرابع والخامس موجودة في العمود رقم 2. ايش يعني هذا؟ يعني بأنه ذولا ما بيناتهم فرق معنوي، فاهمني؟ ذولا كلهم بما أنهم في عمود واحد فلا يوجد بينهم فرق معنوي، وإنما هذا العمود بفرق معنوي عن كل ذولا. صار واضح؟ وذاك أشوفهم واضحات بالرسم، أربع مجموعات طائرات بالهواء فوق والشاذ الوحيد هي المجموعة الثالثة. إذن هنا شو تقول؟
بأن قيمة السيجنيفيكانس باختبار أنوفا اللي لقيناه هنا بهذا الجدول، قيمة اختبار أنوفا اللي قلنا أخذنا معامل تصحيح ولج، قلنا أكو بالمجمل فرق معنوي بين كل المجموعات، ولكن من هو سبب هذا الفرق المعنوي؟ ترجع هنا من الاختبارات البعدية لقيناه بسبب منه يا مجموعة؟ المجموعة الثالثة التي تختلف عن كل المجموعات الباقية. شوفها شلون هنا طافرة وحدها، هاي جوا كلش، تركيز الحديد قريب ال 40 وكل المجموعات الباقية بين ال 80 وال 120 110. زين، فذولا دا اشوف ما بيناتهم فرق معنوي، والفرق المعنوي هو فقط بالمجموعة الثالثة. وبعد هذا السبسيت جدول، هذا السبسيت يعطيك فالتصور واضح. شوف كل المجموعات بالعمود رقم 2 اذا ما بيناتهم فرق معنوي، اللي يختلف عنهم ومخليه بعمود واحدة اللي هو المجموعة الثالثة اللي هي مجموعة الانتيجين انتي بودي. زين، الان هسه خلصنا، اولا فهمنا شلون نعبر او شلون نفهم الجداول. الان شلون نكتب؟ اذا اردت تكتب بالنسبة للاختبار الاندبندنت سامبل تي تيست، شو تقول؟ تقول اظهر اختبار الاندبندنت سامبل تي تيست فرق معنوي بين يا مجموعة ويا مجموعة، بين المجموعة الثالثة والمجموعة الخامسة. لان قلنا بالبداية كلهن معلقينا بيناتهم فروق معنوية، يعني بين المجموعة الأولى والمجموعة الخامسة ماكو فرق معنوي. هذه قيمة السيجنيفيكانس شبيهة، السيجنيفيكانس أكبر من 5%، فالمجموعة الثانية المجموعة الخامسة هم قيمة السيجنيفيكانس أكبر من 5%. قيمة هنا فقط كان الفرق المعنوي بين من؟ بين المجموعة الثالثة والمجموعة الخامسة. زين، وتذكر المين والستاندرد ديفيشن لهاي المجموعة. زين، وتذكر قيمة تي شقد، هاي اللي هي هاي وياها قيمة تي شقد طلعت. زين، تذكر الديجري اوف فريدم، درجة الحرية. زين، واذا تريد تذكر المين ديفرنس او ما تذكرها. زين، وكان الاتجاه باتجاه نقص الحديد، نقص تركيز الحديد. زين، يعني هذا طريقة التعبير باستخدام اختبار الاندبندنت سامبل تي تيست. اما اذا تريد شلون تكتب الانوفا، شلون تعبر عنه، اللي هو تاخذ قيمه من هذا القيمه جدول الانوفا المصحح لانه التجاوز تبعي غير متحقق، تقول اظهرت النتائج انه there was a significant difference، اختلاف معنوي among the five groups، انه اظهر اختلاف معنوي بين المجاميع الخمسه بصوره عامه حول يا متغير concentration of iron. زين، وتذكر قيمه اف. زين، تذكر قيمه اف، وبعد تخلي درجه الحريه المن تخلي بين قوسين 4، على اعتبار درجه الحريه هي 5 مجاميع ناقصا 1، والان عدد الأرقام عدد المشاهدات هم ناقص عدد المجاميع. زين، يعني فتذكر قيمة F تساوي هالكثر، قيمة المعنوية أقل من 5%، أقل من 1 بالألف إذا تريد. زين، قيمة partial إيتا سكوير إحنا ما طلعناها، يسموها قيمة اللي هي حجم التأثير، ما طلبوا من عندي. زين، حجم التأثير أنت ما ذكرته فتركه. فإذن هنا افتهم القارئ بأنه يوجد فرق معنوي بين المجاميع مجملا بصورة عامة. تذكر للنوب تقول له والبوست هوك تيستينج، يعني اختبار البوست هوك اللي هو قلنا دنت تي 3 أظهر significant difference between يا جروب، بين المجموعة الثالثة، وتذكر المين والستاندرد ديفيشن مالتهم عن المجموعة الأولى والثانية والرابعة والخامسة، وقدام كل جروب تذكر المين والستاندرد ديفيشن مالتها. وهذه النتائج
زين، تظهر بأن يقل نسبة ال concentration مالت الايرون اذا كانت او اذا حدثت نتيجة الانتيجين والانتيبودي تطلع بوزيتيف عند البيشنت. زين عيني، هذه هنا طريقة التعبير وشون تكتب حسب الـ APA اللي هي الامريكان سايكولوجيكال اسوشيشن. زين، واللي هنا اعتقد صار في التصور واضح عن النتائج، تصور واضح عن طريقة الكتابة. زين، واتمنى لك الموفقية.